الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم عبر شاشة النيل، والبداية بالعناوين. الصحة تعلن تسجيل 201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات، وارتفاع حالات الشفاء إلى 1075. مجلس الوزراء يؤكد حرص الدولة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية للتصدي لفيروس كورونا. ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم لأكثر من 191 ألف شخص. إلى تفاصيل الأنباء. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن الشهر الفضيل يأتي هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم بين أبناء الشعب. وتقدم الرئيس السيسي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتهنئة القلبية لشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الفريدة، معربا عن تمنياته أن يعيده الله على الشعب المصري وسائر شعوب العالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات. تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اتصالا هاتفيا من البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للتهنئة بشهر رمضان. وخلال الاتصال ناقش الإمام الأكبر والبابا فرانسيس أهمية تعزيز التضامن العالمي في ظل جائحة كورونا وسبل تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية والدور المأمول من اللجنة العليا لتحقيق أهداف الوثيقة في ظل ما يمر به العالم من أزمات إنسانية. كما تلقى الإمام الأكبر اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرص الدولة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من كافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالة الإصابة بفيروس كورونا. وأشار المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم إلى أنه يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية طبقا للأولويات التي يتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد. في غضون ذلك نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. تواصل وزارة الداخلية جهودها لإقرار الأمن في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك من خلال شن العديد من الدوريات والحملات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع انتشار فيروس كورونا. جهد كبير تبذله أجهزة وزارة الداخلية لمساندة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا. منذ اللحظة الأولى لاتخاذ هذه الإجراءات كان العمل يسير قدما بكافة قطاعات الوزارة لضمان التطبيق الحاسم لتلك الإجراءات حرصا على سلامة وصحة المواطنين. فقد انطلقت أجهزة الوزارة بكل فاعلية ووفقا لخطط تم وضعها في هذا الشأن لمتابعة مدى التزام المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية بقرار غلقها في المواعيد المعلن عنها من قبل مجلس الوزراء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وهو ما ترجم ميدانياً إلى التزام واضح من قبل القائمين على تلك الأماكن بالغلق في المواعيد المحددة، فكلها إجراءات وقرارات هدفها الأساسي الحد من انتشار فيروس كورونا لضمان عودة الحياة سريعاً إلى طبيعتها، والتي ستعود بالالتزام الكامل بكافة الإرشادات والتعليمات.
حظر تحرك المواطنين يأتي في مقدمة القرارات التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وهو ما تقوم به وزارة الداخلية من خلال خدماتها الأمنية المنتشرة في الشوارع والميادين وكافة المناطق على مستوى الجمهورية، وفقا لخطط انتشار وضعتها الوزارة لضمان التطبيق الحاسم لهذا القرار. فقط يسمح للفئات المستثناة بالعبور بعد إبراز الهوية التي تثبت ذلك. جولة ليلية تثبت الالتزام من الجميع بقرار الحظر، وترصد الأكمنة الثابتة الموجودة بطول الطرق المختلفة لإلزام الجميع بالقرار، مع وجود أقوال أمنية تجوب الشوارع والميادين لرصد المخالفات، لتبدو الشوارع خالية تماما من المارة والسيارات، وهو ما يعكس مدى الالتزام وقوة أجهزة وزارة الداخلية وإصرارها على تطبيق القانون، مع توفير مظلة تأمينية للتصدي لكافة أشكال الخروج عن القانون وحماية الأرواح والممتلكات. لتؤكد وزارة الداخلية دائما أنها درع الوطن المساندة له والحامية لأمنه واستقراره والداعمة لمقدراته وقراراته للعبور من تلك المرحلة إلى أجواء تعود فيها الحياة إلى طبيعتها بفضل الالتزام من الجميع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بالفيروس، جميعهم مصريون وبمستشفيات العزل ويخضعون لرعاية طبية، بالإضافة إلى 7 حالات وفاة. وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة عن خروج 71 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1075 حالة حتى اليوم. وأضاف مجاهد أن عدد الحالات التي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم 1075 حالة من المتعافين. أوقعت جائحة كورونا أكثر من 191 ألف وفاة في العالم، نحو ثلثيها في أوروبا، منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر الماضي. وسجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 887 ألف إصابة بالمرض وأكثر من 50 ألف وفاة. في صراع مع الزمن وحصد الأرواح، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 191 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، بينما تم تسجيل أكثر من 2,726,000 إصابة، بينما تعافى ما يقرب من 750 ألف شخص من المرض حول العالم. الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكثر الدول تضرراً جراء انتشار الفيروس، حيث سجلت حتى الآن ما يقرب من 887 ألف إصابة بالمرض، بينما بلغ عدد الوفيات بها أكثر من 50 ألف حالة، وتعافى ما يقرب من 86 ألف حالة. أما الصين، أولى البلاد التي ظهر بها المرض، وصل بها عدد الإصابات إلى ما يقرب من 83 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات بها على ما يقرب من 4,600 حالة وفاة. وبلغت الوفيات في أوروبا ما يقرب من 116 ألف حالة، من أصل ما يقرب من 1,294,000 إصابة بالقارة. وسجلت آسيا 7,511 وفاة، من أصل ما يقرب من 184 ألف إصابة، بينما سجلت أمريكا اللاتينية والكاريبي 6,020 وفاة وأكثر من 124 ألف إصابة، وفي الشرق الأوسط 6,005 وفيات وأكثر من 141 ألف إصابة. أما في إفريقيا ما يقرب من 1,300 وفاة وما يقرب من 27 ألف إصابة. وتظل جائحة كورونا تنتشر في جميع أنحاء العالم، حيث لم يردعها حتى أكثر الدول صرامة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويبقى العالم على أمل واحد، وهو وجود اللقاح الرادع لهذا الفيروس.
ولمتابعة الأوضاع في الدول العربية ينضم إلينا هاتفيا من الكويت الأستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي. أستاذ محمد، أرحب بك، وآخر المستجدات في دولة الكويت من حيث أعداد المصابين والوفيات. أهلا بحضرتك وبالمشاهدين. طبعا كلنا نعلم أن دولة الكويت تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية من أجل محاصرة فيروس كورونا، ولكن هذه الإجراءات دائما ما تقابل ببعض المفاجآت. اليوم تم الإعلان عن 215 إصابة جديدة بكورونا. نعم. الإجمالي وصل تقريبا 2614 حالة، ولكن على الجانب الآخر هناك حالات من التعافي أعلن عنها وزير الصحة الكويتي اليوم عن 115 حالة خلال 24 ساعة الماضية. أعتقد أن الإصابات في دولة الكويت تتمثل أو تتمحور حول هدف واحد يتمثل فيه المخالطين أو العائدين من السفر. العائدين من السفر أو العائدين من السفر كانوا سببا رئيسيا في زيادة هذه الأرقام التي تزداد يوما بعد الآخر. إذن الاتجاه في المرحلة المقبلة نحو زيادة الإجراءات الاحترازية أو ربما يعني فكرة الحظر، أم الكويت تتجه لتخفيف الإجراءات؟ وماذا عما أعلن بخصوص المسح الميداني الشامل لمختلف المدن في الكويت؟ بالفعل الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا قبل حلول شهر رمضان، وهي فرض الحظر التجوال من الساعة 4 بتوقيت القاهرة حتى 6 من صباح اليوم التالي، اليوم بدأ نظاما جديدا وهو من 4 أي بتوقيت القاهرة 6 عصرا. كل هذه الإجراءات تشير إلى أن ليس هناك أي بوادر من تخفيف هذه الإجراءات، بل على العكس تماما، هناك يقظة من الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الصحة ووزارة الداخلية، كذلك عمل مسح ميداني في جميع مناطق دولة الكويت. وبالفعل تم تدشين هذه الحملات في بعض البؤر المشكوك فيها أو التي من المتوقع أن يكون فيها. كلنا نعلم أن هناك منطقتين في دولة الكويت تطلق عليهما المهبولة وجريب الشيوخ، هذه المنطقتين تم الفرض الحظر عليهم تماما، وكذلك في هناك بعض الحالات تم الإعلان عنها في مناطق متفرقة من دولة الكويت، ولكن دولة الكويت تقوم ببعض الإجراءات التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل محاصرة هذا الفيروس الذي يطلق عليه سارس كوف 2 المسبب لمرض كوفيد 19 المسبب لهذه الإصابات التي تفشت خلال الفترة الأخيرة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد كمال الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين مجددا بعدم الشفافية والتأخر في الإبلاغ عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الصين قد تكون على علم بأمر الفيروس منذ نوفمبر. وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تطالب بالحصول على مزيد من المعلومات من الصين، بما في ذلك العينة الأصلية للفيروس والذي اكتشف في مدينة ووهان. وحجبت الصين في البداية المعلومات المرتبطة بظهور الفيروس واعتقلت المبلغين عنه، ولم يصدر أول قرار رسمي بما تحول لاحقا إلى وباء عالمي إلا في 31 من ديسمبر الماضي. في غضون ذلك تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بتمويل قدره 483 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد في البلاد. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا المستجد، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، حيث قاربت الوفيات 50,000 والإصابات نحو 900,000، إلا أن عدد المصابين الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية هو على الأرجح أكبر بكثير، والسبب في ذلك هو عدم إجراء فحوصات على نطاق واسع في البلاد. وعلى الرغم من هذه الأرقام المفزعة، فإن عددا من الولايات الأمريكية مثل تكساس وفيرمونت وجورجيا قررت الشروع في رفع تدابير الإغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء، وسمحت بالتالي لبعض القطاعات التجارية بالعودة لمزاولة عملها.
وبهدف دعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كوفيد 19 وتداعياتها. أقر مجلس النواب الأمريكي خططا جديدة بقيمة 483 مليار دولار بأغلبية 388 صوتا مقابل 5 أصوات فقط صوتوا ضدها. في هذا التصويت 388 صوتوا بنعم وخمسة أعضاء صوتوا بلا وامتنع واحد عن التصويت. الخطة الجديدة تم إقرارها بعد التوافق عليها. يأتي إقرار هذه الخطة في مجلس النواب بعدما أقرها مجلس الشيوخ بالإجماع الثلاثاء، ما يعني أنها ستحال فورا إلى الرئيس دونالد ترامب الذي يؤيدها بشدة، وبالتالي من المفترض أن يوقع عليها سريعا لتصبح سارية المفعول. تنص الخطة على تخصيص مبلغ 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، ومبلغ 75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، ومبلغ 25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد، ومبلغ 60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة. المعركة مستمرة على الرغم من أن هناك بعض الدلائل تشير إلى تسطح منحنى الوباء، وبدأنا في استئناف الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وهذه الحزمة من الأموال سيتم تخصيصها لمساعدة الأعمال الصغيرة ومقدمي الخدمات الطبية المحلية مع توفير مصادر لتمويل المزيد من الفحوصات. وعند دخولها حيز التنفيذ ستكون هذه ثاني حزمة مساعدات ضخمة من الحكومة لدعم الاقتصاد المتضرر بشدة من تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي أودت بحياة الآلاف وتركت الملايين بلا عمل. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بمقدار 2337 حالة، مما دفع بإجمالي الإصابات إلى 150383 حالة. وكان عدد حالات الإصابة المؤكدة قد زاد أمس بواقع 2352 حالة، وارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس بواقع 227 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 5321 حالة وفاة. سجلت أوروبا نحو نصف الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم وأحصت نحو ثلثي الوفيات العالمية، وبلغت حصيلة الوفيات في بريطانيا جراء فيروس كورونا 18738 حالة وفاة، بينما سجلت فرنسا 21856 حالة وفاة منذ بداية شهر مارس الماضي، وسط تراجع مستمر منذ 15 يوما في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات. مع استمرار نزيف الأرواح الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في معظم دول العالم وخاصة في أوروبا، سجلت القارة العجوز نحو نصف الإصابات بالفيروس في العالم وأحصت نحو 116 ألف وفاة، أي ثلثي الوفيات العالمية. بريطانيا إحدى الدول الأكثر تأثراً بالوباء في أوروبا، سجلت 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات لديها إلى 18738 وفاة، ما دفع الحكومة البريطانية لزيادة اختبارات الكشف عن الإصابات بالفيروس. وتسعى بريطانيا إلى اعتماد استراتيجية الاختبار والتتبع في غضون أسابيع بهدف عدم مواجهة ذروة ثانية للفيروس، غير أن وزير الصحة البريطاني أشار إلى أن طرح تلك الاستراتيجية ليس مرتبطا برفع الإغلاق وتخفيف تدابير العزل، بينما يتوقف الأمر على تدني معدلات انتقال العدوى في الأساس. يأتي هذا بينما ارتفعت حصيلة وفيات كورونا على الأراضي الفرنسية إلى 21856 حالة منذ بداية مارس، وسط تراجع مستمر منذ 15 يوما في عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة. الحكومة التركية ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 101790 وارتفاع الوفيات إلى 2491، بدأت تطبيق إجراءات إضافية شملت إغلاق لأربعة أيام في
30 مدينة رئيسية بما فيها أنقرة واسطنبول في محاولة لكبح انتشار الفيروس. ويخشى الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من ارتفاع عدد الإصابات في الجزء الشرقي من أوروبا، خاصة في روسيا وتركيا وأوكرانيا، بعد أن أصبحت السيطرة على الفيروس في العديد من البلدان الأوروبية بالغة الصعوبة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور أمجد سلفيتي المحلل السياسي. دكتور أمجد أرحب بك، ويعني كيف تبدو الأوضاع في بريطانيا خاصة مع إعلان وزير الصحة أن البلاد وصلت لذروة تفشي الوباء؟ أشكرك من لندن دكتور أمجد سلفيتي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. لعب فيروس كورونا دورا في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ عدة أشهر، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في ظل ضعف قيمة الليرة أمام العملة الأمريكية. في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المتردي بالفعل في لبنان ووسط أزمة فيروس كورونا، وصل الدولار الأمريكي في لبنان إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخه لم تشهدها أي من الأزمات السابقة سواء السياسية أو الاقتصادية التي مر بها لبنان. وقد حدد مصرف لبنان المركزي سعر الصرف عند 3625 ليرة للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال، وهو ما يقل بنسبة 58% عن سعر الربط الرسمي، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية كبيرة. وذكرت مصادر بالمصرف المركزي أن سعر صرف الليرة ربما يتغير يوميا، مضيفة أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي. كانت العملة اللبنانية قد فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر الماضي وسط أزمة اقتصادية متصاعدة شهدت نضوب الدولارات وفرض البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة. وما زالت السلطات اللبنانية تطبق ربطا رسميا للليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية والوقود والقمح والأدوية، وذلك على الرغم من انخفاض العملة في السوق السوداء التي تعد مصدر التمويل الرئيسي للبنانيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ خلال عقود. ويقول مسؤولون لبنانيون إن الإبقاء على سعر الصرف الرسمي لتلك السلع يهدف إلى كبح التضخم المتسارع، وقد يؤدي تراجع العملة إلى ما يزيد من ارتفاع الأسعار في دولة شديدة الاعتماد على الاستيراد، وذلك في وقت ترتفع فيه معدلة البطالة بشدة. من جانبه حث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف انهيار الليرة اللبنانية قبل فوات الأوان. كان عدد من المناطق اللبنانية قد شهدت الخميس احتجاجات واسعة وقطع للطرق من قبل المتظاهرين اعتراضا على انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأمريكي وما ترتب عليه من غلاء كبير في أسعار السلع الأساسية والغذائية وتفاقم الأزمات المعيشية والاجتماعية. المتظاهرون رددوا هتافات مناوئة لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، حيث حملوه تبعات ارتفاع سعر صرف الدولار، كما أعربوا عن اعتراضهم على السياسات المالية والاقتصادية والنقدية القائمة
في البلاد. مرة أخرى أعود إلى لندن وعبر سكايب الدكتور أمجد سلفيتي المحلل السياسي. دكتور أمجد أرحب بك مرة أخرى، وفيما يخص الأوضاع في بريطانيا وإعلان وزير الصحة عن أن البلاد وصلت للذروة في تفشي فيروس كورونا، كيف تبدو الأوضاع على الأرض؟ هل بريطانيا في الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية أم إلى التخفيف مثلما تفكر بعض الدول؟ لا تماما، يعني هناك بعض التفاؤل لكن هناك تحفظ على هذا التفاؤل، لأن هناك بعض الأمور وبعض الوعود التي قامت بها الحكومة البريطانية والمسؤولين رفيعين مستوى في الحكومة بأن يتم أولا توفير 100,000 فحص بشكل يومي، فحص طبي. نعم. ولكن الحكومة لم تتمكن من إنجاز هذا الوعد، وهذه تسببت مسألة توتر لدى الشارع ولدى الإعلام. نعم. البريطاني، لأن الحكومة البريطانية لم توفي بوعدها بهذه الحالة، كما أن هناك إخفاق أيضا في الدعم الاقتصادي الذي وعد به وزير المالية البريطاني. نعم. لأنه لم تتمكن الحكومة البريطانية حتى الآن من توفير جزء كبير من الوعود، وهناك أيضا تذمر من الجمهور البريطاني لأن الدعم الاقتصادي لم يصل كما وعدت الحكومة. لكن من ناحية الذروة، يعني هناك تكهن بأن ربما بريطانيا تقترب من هذه النقطة، وهناك تصاريح يعني أغلبها تكون مبنية على مصالح سياسية. نعم. وليست على إحصائيات تأتي من المستشفيات البريطانية. ما زلنا نلاحظ بأن هناك ارتفاع بعدد الضحايا، وبما أنه في غياب بالتفاصيل لا نعلم ما هو يعني عدد المواطنين الذين يحملون هذا الفيروس، وهذه مضللة إلى حد كبير، فإذا لا نعلم بشكل واضح ما هو الوضع بريطانيا سوى أننا نلحظ لأن هناك ارتفاع في عدد الضحايا. نتوقع أن تكون الذروة بآخر بنهاية شهر نيسان، وأن يتم الإعلان عن يعني فتح البلد مجددا بشكل تدريجي ابتداء من الأسبوع الأول من مايو. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أمجد سلفيتي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل 5849 إصابة جديدة بالفيروس في 82 إقليما من الأقاليم الروسية خلال 24 ساعة الماضية. بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في عموم البلاد إلى 68,622 حالة، ويبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في روسيا 5,568 شخصا، فيما تم تسجيل 60 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 615 شخصا. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. يأتي هذا بينما تلقت تقارير عن 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس أمس، بينها حالتان وافدتان من الخارج، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 82,804 إصابات، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,632 حالة حتى نهاية يوم أمس. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 منذ 16 من مارس الماضي، وذكرت وسائل الإعلام أن عدد المصابين الجدد بالفيروس في البلاد بقي في حدود 10 أشخاص لليوم 6 على التوالي، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 10,708 أشخاص، وبلغ إجمالي حالات الوفيات المسجلة حتى الآن 240 حالة. أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد متضمنة حالتي وفاة، وأوضحت الصحة السودانية أن الإصابات والوفيات الجديدة سجلت في ولاية الخرطوم. وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 174 حالة، بينها 16 وفاة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 14 شخصا.
أعلن الجيش الأمريكي وضع قواته المتمركزة في جيبوتي في حالة طوارئ صحية بسبب فيروس كورونا. وقال قائد القوات الأمريكية في جيبوتي في بيان إن إعلان حالة الطوارئ الصحية هو إجراء احترازي يتيح مزيدا من الصلاحيات لمكافحة الوباء. وجيبوتي سجلت خلال أسبوع واحد أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء 986 شخصا، توفي منهم اثنان. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 193 حالة، وعدد المصابين إلى 14882 مصابة. وذكرت مصادر إعلامية أنه تم تسجيل 290 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة. وفي سياق متصل، تدرس الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن تسهيلات اقتصادية جديدة تشمل فتح عدد من المحلات التجارية والخدمية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر اعتبارا من أمس الخميس. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وبناء على إعلانها السابق في 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناء على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية والاستئناف العملية السياسية، واستمرارا لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة كورونا، فإنها تعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس الموافق 23 أبريل. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 2 من الحشد العشائري وإصابة 3 اليوم في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي شمالي محافظة بعقوبة. وقال المصدر إن شخصين قتلا وأصيب 3 بإصابة بالغة أثناء صد هجوم لتنظيم داعش على نقطة أمنية بضواحي قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة. ونشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. هذا الجائح لا تفرق بين أحد، من ثم فإن اللاجئين أحد هذه الأعضاء المتأثرة من المجتمع. قد كان لدينا خبرة في التعامل مع كثير من الأمراض مثل سارس وإيبولا، أدركنا أن العالم ليس مستعد لمثل هذا الوباء. أن نعمل بشكل متناسق لمواجهة هذا الفيروس. عجلة الإنتاج تدور مع اتخاذ تدابير، ولا التوازن ده يمشي ازاي؟ كاقتصاديين بنتبع الإرشادات الصحية دي تيجي في المقام الأول. ولله الحمد النظام الصحي في مصر يتسم بالقوة والرسوخ. معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية في بانوراما النيل مع الأمير داود. إليك أمير. شكرا جزيلا لك ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. مدبولي يؤكد أن المرحلة القادمة فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن المرحلة القادمة تمثل فرصة كبيرة لعودة الصناعة المصرية بقوة وإعادة دورها وتأثيرها في الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة لتعميق الصناعة المحلية. جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده رئيس الوزراء بعدد من رجال الصناعة والمستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار، حيث أكد مدبولي أن الدولة تستهدف تقديم العديد من التيسيرات والحوافز التي تمكن الصناعة الوطنية من الانطلاق، لافتا إلى أن عددا من الحوافز التي تم اتخاذها مؤخرا من جانب الدولة بدت وكأنها رد فعل لتداعيات أزمة فيروس كورونا. أعلنت وزارة النقل أنه تم إجراء التعديل اللازم بمواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد الحظر. في هذا السياق قامت هيئة السكك الحديدية بتشغيل 8 قطارات إضافية على الوجهين القبلي والبحري لتتناسب مع مواعيد الحظر، وبما يساهم في تسهيل حركة المواطنين خلال شهر رمضان المعظم، ليصل إجمالي عدد القطارات الشاغلة على كافة خطوط الهيئة 716 قطارا. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية تقدر ب 47 مليارا خلال العام المالي 2020-2021، وتشكل 25% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة، وبنسبة زيادة تصل إلى 50% عن خطة 2019-2020. وأكدت الوزيرة أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يتضمن خطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموج الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بداية من 2017-2018. قال وزير الإسكان عاصم الجزار إنه الأحد المقبل سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمشروع جنة للإسكان الفاخر بست مدن جديدة. وأوضح الوزير أنه سيتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50,000 جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني مع وجود نظم تقسيط ميسرة وخصم للسداد الفوري. أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها عدلت مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان على أن تبدأ من 8 صباحا وإلى 5 مساء، ويمتد عمل بعضها إلى 9 مساء. وأكدت الوزارة أن عمل المخابز يخضع لرقابة كبيرة. عدلت المواعيد لأكثر من 30,000 مخبز كي تتناسب وساعات الإفطار والسحور على أن تبدأ من 8 صباحا حتى 9 مساء للمستثنات منها. المواعيد من 8-5، من 8-5 قبل رمضان كان من 6-5. وطبقا للأرقام فإن تلك المخابز تنتج شهريا ما يصل إلى المليارات الثمانية من الخبز، رقم استعدت له التموين جيدا بزيادة احتياط المخابز ليومين. احنا إن شاء الله موفرين دي في المخابز، كل مخبز يبقى فيه حصتين رصيد غير الحصة اللي بيشتغل فيها، ده عشان لو في أي ظروف مثلا استجدت في الظروف اللي احنا فيها يبقى عنده رصيد إن هو يشتغل منه. ولأن الهدف في النهاية هو المواطن، فقد طورت وزارة التموين 156 مخبز لإنتاج دقيق بجودة عالية. دي جودة كويسة وتمام التمام، والزبون مبسوط من رغيف الخبز بتاعنا بصراحة، يعني جودة كويسة محترمة جدا. المواطن هو الآخر وجد في جودة الخبز المدعم طريقا للثناء عليها، خاصة بعد القدرة على حصوله على كل احتياجاته. متوفر كويس أو يعني مش هنا مش فرن ولا اتنين، يعني في 3-4 فران هنا موجودين في قلب المنطقة خادمين المنطقة ككل. يعني كل
يوم نيجي نلعب نفس الطريقه وزي الفل، وبنيجي ناخد عيشنا ونروح. وبحسب الارقام فان الدوله تطحن يوميا ما يصل الى 26 الف طن دقيقه لانتاج ما يصل الى 250 مليون رغيف خبز مدعمه، رغم ان وفرت له الدوله ما يزيد عن 45 مليار جنيه لدعم الخبز للمواطن. رمضان الشحات، النيل. اقتصادية وعودة من جديد لزميلة ليلى عمر واستكمال البانوراما، تفضل إليها. شكرا لك أمير، ونستكمل معكم ملفاتنا السياسية، حيث حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. قال ميلادينوف خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال جرى تنفيذه فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين. وحث ميلادينوف القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على انتهاز فرصة جائحة فيروس كورونا واتخاذ الخطوات اللازمة للتقدم باتجاه السلام. قالت بريطانيا اليوم إن إطلاق إيران قمرا صناعيا هذا الأسبوع يثير قلقا شديدا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن التقارير عن إطلاق إيران قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية مقلقة للغاية ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231. وأضاف أن الأمم المتحدة تطالب إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية، الأمر الذي يجب أن تلتزم به إيران. صرح مسؤولون عسكريون في سول بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجريتا تدريبات جوية مشتركة خلال الأسبوع الجاري. وأوضح مسؤول في القوات الجوية الكورية الجنوبية أن هذه المناورات السنوية هي تدريبات معتادة مشتركة مصممة لتحسين تنفيذ العمليات المشتركة بين البلدين في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ. وأرجأ الحلفاء مناورتهم الجوية في نوفمبر الماضي لدعم الجهود الدبلوماسية مع بيونغ يانغ. وحثت الولايات المتحدة كوريا الشمالية على مبادلة النوايا الحسنة من خلال العودة إلى المحادثات النووية المتوقفة، إلا أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ خلال العام الجاري. نفذت قوات الجيش الأفغاني عمليات في ثلاثة أقاليم أسفرت عن مقتل 9 مسلحين من حركة طالبان وإصابة 5 آخرين واعتقال 2. وصدت القوات الأفغانية هجوم لطالبان على نقاط أمنية في منطقة كارباخ في إقليم غزني، مما أسفر عن مقتل 6 مسلحين ومصادرة مدفع رشاش وبندقية هجومية. وفي سياق متصل، دعا حلف شمال الأطلسي اليوم مقاتلي حركة طالبان الأفغانية إلى خفض العنف والانضمام إلى محادثات السلام، قائلا إنه ينبغي أيضا الإسراع بإطلاق سراح السجناء. ورفض الطالبان دعوة الحكومة الأفغانية لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، مما أثار مخاوف بشأن عملية السلام بعد أن توصل الطالبان والولايات المتحدة إلى اتفاق في فبراير بشأن انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد. يأتي شهر رمضان الفضيل هذا العام في ظل ظروف استثنائية انعكست بشكل طبيعي على حركة البيع والشراء في أشهر الأسواق القديمة المتخصصة في صناعة فوانيس وزينة رمضان. فبمجرد قدومك إلى شارع تحت الربع، فالأجواء التي تختلط بعبق التاريخ ومظاهر رمضان تأخذك إلى عالم ساحر لا يشعر به إلا من يداوم على هذا المكان. ولكن هذا الشارع الذي اعتاد المصريون على شراء فوانيس وزينة رمضان منه مع إجراءات الحظر وفيروس كورونا شهد حالة من الركود مقارنة بالأعوام الماضية.
الاقبال قل بسبب الوباء اللي داير او الفيروس اللي هو موجود حاليا، لكن هو الناس نفسها تنزل بس مش قادره، في حظر وفي قلق وفي ناس خايفه وفي ناس كبيره ما بتنزلش، لكن الاقبال هنا الشارع ما كنتش عارف تعدي منه في وقت زي ده رغم الظروف اللي احنا فيها ديت والجميع عالم، بس الحمد لله احنا عندنا حركه البيع والشراء ما تاثرتش بالدرجه طبعا الا موضوع الحظر بعد الساعه 5 بس. الناس ظروفها صعبه، مين هيشتري فانوس دلوقتي؟ اللي يقول لك اشتري فانوس او معاه عيلين ثلاثه عايز ياكل رش شهر رمضان من أكثر الأشهر التي ينتظرها المسلمون من أجل ممارسة عاداته حول العالم، ولكن هذا العام فالمترددون على الأسواق القديمة قالوا إن مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل اختلفت باختلاف الظروف. كل سنة باجي بيبقى في فرق كبير غير دلوقتي، دلوقتي الدنيا ساكته ومش زي الاول، يعني كل حاجه موجوده بس مش زي الاول خالص. كل سنه احنا متعودين ان احنا نيجي المكان دوت، لان دايما المكان دوت بتحس فيه ان هو منطقتنا وروحنا، دايما الفوانيس بتحس برمضان دايما في المكان دوت. الزينه بقى والكلام دوت هو لازم كل سنه نيجي نشتريها من هنا، الفوانيس برضو من زمان من ايام ابو شمعه والكلام دوت لازم نشتري من هي الخياميه هي تحت ربع الحتت زي تميز شارع تحت الربع بحي الدرب الأحمر بوسط القاهرة بطابعه الأثري والتاريخي ساعد في الحفاظ على أصالته وتفاصيله، والذي ما زال يقدم شكلا مختلفا لصناعة وتجارة فوانيس وزينة رمضان والخيامية. رغم جائحة كورونا يحرص بعض المصريين على استقبال شهر رمضان الكريم بطقوسهم المعتادة، لعل أبرزها شراء الزينة من أشهر الأسواق القديمة والتي ما زالت تمثل وجهة للكثيرين للاستمتاع بأجواء شهر رمضان ورسم البهجة في منازلهم. أسمى حسن، النيل. والآن عودة مرة أخرى لمتابعة الأخبار الرياضية مع الأمير داوود. إليك أمير. شكرا لك ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا الرياضية وأهم ما نتابع فيها. الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مدى تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو المقبل.